وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا، إنقاذ شخص علق لثلاثة أيام بكهف سحيق في بريطانيا، كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في معرض الشارقة للكتاب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلاً بكم إلى التفاصيل. غيب الموت صباح اليوم الفنان المصري أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد أن ساءت حالته مساء أمس ونقل على إثرها إلى المستشفى. في رصيد الفنان المصري العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من أبرزها حديث الصباح والمساء وامرأة في زمن الحب ومعالي الوزير وناصر 56، فيما كان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل إلا أنا الذي يعرض حالياً. في عملية إنقاذ هي الأطول في تاريخ بريطانيا، نجحت فرق الإنقاذ وعشرات المتطوعين في إخراج رجل علق داخل كهف سحيق في ويلز لمدة 3 أيام تقريباً. 240 شخصاً بينهم 8 فرق إنقاذ على الأقل شاركوا في انتشال الرجل الذي أصيب في هذا المكان. في مواجهة عملية الإنقاذ صعوبة بالغة بسبب ضيق الكهف وتفقد مياه الشلالات في المكان. بعد 6 أشهر قضوها في القضاء، هبط 4 رواد فضاء كانوا داخل كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس اكس، هبطوا بأمان في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا. الرواد 4 عادوا بأمان بعد إنجاز مهمة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية على متن محطة الفضاء الدولية، فيما استغرقت رحلة عودتهم إلى الأرض يوماً كاملاً. كتب ومخطوطات نادرة يعود تاريخها إلى القرن 17 وتمثل كنزاً ثقافياً وتاريخياً ثميناً، وعرضت أمام زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته 40، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين يورو. معرض الشارقة الدولي للكتاب تصدر للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل 40 عاماً، تصدر معارض الكتب العالمية كافة بإعلانه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021.